سنة مش من حق الأم تعرف أي حاجة شخصية عنها. ده يعني بره. بره، يعني مثلا موقف حصل بنتي، حصل لها حادثة وهي في الطريق، أنا كنت مع باباها في المستشفى ورحت، والعربية الإسعاف جت خدتها، فرحت على المستشفى عشان أشوف فيه إيه، فكانوا بيعملوا لها خياطة، فدخلت بقول للنيرس بره انا مامتها، قالت لي اوكي، قلت لها طب انا بنتي فين، قالت لي هتكلميها كمان شويه، استغربت للطريقه، فقلت لها طيب هي جت في العربيه الاسعاف ولا حد جات لها، يعني انا حد كلمني وقال لي ان هي هنا، قالت لي هي لما تفوق تقول لك لو عايزه تقول لك، فيعني تشالنج كبيره جدا، يعني طب اعرف بنتي، اول قالت صدمه، صدمة رهيبة. طيب لو هي عند مثلا الجي بي او الدكتور اللي هو المسؤول عن الاسرة او كده، لو هي رايحة تعمل اي تشيك او رايحة تعمل اي حاجة، حضرتك مش من حقك حتى تطلبي لها ميعاد. اذا معنى كده ان انت مش من حقك البنوته اللي عندها 19 تقولي لها لا، اصلا 16 سنه لا، دي ما عملتيهاش. لا طبعا في معادله، ومعادله صعبه جت على حساب اعصابي وعلى حساب دخلينا جوه شويه المعادله دخلينا جوه يعني شوية. معادله صعبه جدا جدا. ليه بقى؟ لان ممكن في حواليها اصدقاء، وفي طبعا انت في مدرسه فيها الكويس والوحش، في المدرسه ممكن تقول لها طب انت هتقعدي تستحملي حد بيقول لك لا، او قالي ما تيجي انت الحكومه ممكن تديكي بيت وتقعدي لوحدك، في اصدقاء ممكن يقولوا لا طبعا انت ممكن، اصدقاء مثلا ممكن عندهم اطفال. يعني طب عملتي ايه؟ عملت ايه؟ عملت ان هقول لحضرتك، انا سمعت في اول الحوار انتوا قلتوا ما نربطش لا بربنا. لا، احنا لازم نربط لا بربنا في 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 وقت معين، الدين وفي ظروف معينه طبعا. الدين والفاليوز اول الدين والفاليوز مهمين جدا، وكل اللي بيخلينا اصل احنا هنبقى متميزين بره ازاي؟ ما احنا هنمشي في مشي القطيع، كل هم بياكلوا اكل ناكله زيهم، بيشربوا شرب بياكل زيهم، لا احنا لازم يبقى لينا الثقافه بتاعتنا ومؤمنين بيها، وبتدخليها بقى مش بصوره لا، بتدخليها بصوره فيها تدرج في وفيها فاليوز جميله، بتعرفي ان لا احنا ثقافتنا كذا، والدين بتاعنا سواء مسيحي او اسلامي مسلم بينص على كذا. واللي ساعدني في ده ان كان ليا جاره مسيحيه، طبعا كل سنه والمسيحيين في مصر طيبين كل سنة النهارده، كل المصريين طيبين، كل المصريين طيبين. الحقيقه هذه الجاره لانها كانت مسيحيه متدينه ساعدتني جدا، لانها كان عندها فاليوز زينا، ما هو اي هولي او يعني الثلاث اديان القيم كلها واحدة في كل الاديان متفق عليها. فطبعا احنا لازم نمسك في وقت من الاوقات، الاولاد ما يعرفوش حاجه اسمها الصح والغلط، لازم يبقى في حاجه خايفين، مش خايفين منها، حاجه عاملين لها حساب، ربنا لازم يتعمل له حساب في وقت من الوقت اللي هو الاولاد صغيرين. فالدين ماده مهمه جدا، لازم تبقى بتدرس في المدارس لحد الاعدادي، لان لما نعرف يعني اذا ولاد حضرتك، وخليك بقى معايا هنا، انا معاكم تماما، ولاد حضرتك قدرتي انك تتخطي مرحله الصح والغلط بان انت ضغطتي في حته احنا ديننا بيقول وثقافتنا، وكمان من خلال وده حرام بالظبط وده حلال، حرام انت صاحب البنت ولد، لا حرام ما قلتش حرام في حاجات الكبائر، لكن ما قدرتش اقول في الاول لا، لانه هو مع الاولاد لازم حضرتك بنستعمل، وده يمكن حضرتك طبعا يا دكتور تؤيدني في هذه النقطه، احنا بنستعمل indirect way. ايوه اشرحي ازاي؟ indirect ان انا بقول لها طيب بصي اوكي لو احنا عملنا كذا هيحصل كذا، ولو عملنا بس انت اختاري. بس في حاجه بقى، البنت الانجليزيه بتقعد مع مامتها مثلا في البيت، بتخرج وقت ما تخرج، وطبعا مش كلهم على فكره، احنا واخدين فكره غلط، في انجليز محافظين الساعه 4 يعني بعد البنت ما بتيجي من المدرسه، او الولد ما بيخرجوش الساعه 4، الساعه 4 ما بتطلعش بره البيت تاني، ليها مواعيد. ولكن انا طبعا في الاول طبعا الحمد لله انا اولادي كانوا متفاهمين، وبنتي كانت طبعا على علاقه بمامتي على طول، فده طبعا بالتليفون، فطبعا ده الحد من العيلة دي حاجة تبقى كويسة جدا، انه في حد بي بي بيؤيد اللي بتقوله الام. بس انا اللي تشالنج الكبيرة اللي هي وصلتني دلوقتي لمرحلة، يعني انا
يعني زعلتني في وقت من الاوقات ان انا الام والاب، فانا بقول لا على طول، انا كرهت نفسي، يعني انا كرهت ان انا بقول لا. طب يعني عب، طب انا كرهت ان انا، طب البنت عايزه تخرج مثلا، مثلا انا عندي مواعيد في البيت اوكي، فمواعيدي انا مثلا في البيت انها تيجي الساعه 7 اوكي، فطبعا 7 بالنسبه لهم دي حاجه بيعملوا كده يعني، فاهمه يعني ايه 7؟ اه 7 حاجه بقى نكد يعني، بيقول لسه جاي لهم الاكل مثلا وهياكلوا مع بعض، وانت لازم لا، ومامي بتقول اه، فتنسحب، وبعدين احيانا بتحس بالاحراج. لكن البنت بعد ما كبرت وبعد ما مرت بهذه الخلال، قالت لي مامي، شكرتك طبعا، قالت لي مامي ثانك يو ان انت عملتي لي ده، لان لولا كده انا كنت اختلطت يعني بحاجات. هقول لحضرتك، قلت لي اقول لك مواقف. في موقف ريسنتلي يعني لسه من شهر كده، انا ابني كان غير مدرسه، ف حلو عايزين نتكلم مع الولد بقى شويه هو الاصغر، كان غير مدرسه، فاللي حصل ان هو قابلت استاذ من المدرسين بتوعه يعني، فبيقول لي بقول له، قال لي ده انا قابلت مدرسه من المدرسه الثانيه اللي كان فيها ادم يعني، فقلت له اه، قال لي اه، قلت له ايه الانطباع عنه يعني، قال لي اه، قالوا لي حاجه عنه فعلا، اتخضيت يعني، قلت له طيب اه في ايه، في حاجه معينه، قال لي، قالوا لي هو عنده فيري ستريكت ماذر. قلت له يعني كويس، قلت له ده اللي هو يعني ده اللي بيعرفه بيه ادم ستريكت ماذر. لا انا مش ستريكت، انا بس هو لازم في وقت، انا مش واخدين على انت مش شايفه نفسك ستريكت. لا على فكره، انا موضوعيه وبعدك واضح ان انت ستريكت. لا لا لا، انا مش ستريكت، انا بحب اللي يتبسط يتبسط، وبحب حدودك في الحدود، بقوانيني بس، وبرده بقوانين يعني، ممكن لو هتاخر شويه، لو انا مع حد او انا شايفه بتكلمني فيس تايم وفي يوم عيد ميلاد ما ينفعش تليفون عادي لازم فيس تايم؟ لا ممكن تليفون، لا ممكن بس عشان اطمن يا جماعه.